بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر يا جماعة. وصول دفعة جديدة من الماعز الحجازي إلى مزرعة أم علي. اللي يشوف الفيديو ده يا جماعة يصلي على الحبيب. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. وصول دفعة ماعز حجازي أصلي ومفاطيم أصلي إلى مزرعة أم علي. الله أكبر يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. نقول بسم الله ما شاء الله يا جماعة، الله أكبر، تبارك الخلاق، الله أكبر. فايز ضرابة كاسر 2 موجود في مزرعة أم علي يا جماعة. الأصلي، دور على الأصلي هتلاقيه عند مزرعة أم علي يا جماعة. الله أكبر، الله أكبر. فايز ضرابة كاسر 2 موجود في مزرعة أم علي يا جماعة. الله أكبر يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر. شايفين أصعد الديل والشعرية بتاع التايس، الله أكبر. أصلي على الأصلي دور. شايفين الودن، الله أكبر يا جماعة، الله أكبر. نقول تاني يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، تبارك الخلاق يا جماعة. اللي عنده الحاجات دي يا جماعة يكلمني. الله أكبر. وصول أخشن ماعز إلى مصر مباشرة إلى مزرعة أم علي يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. اللي عنده الخشانة دي يكلمني يا جماعة. الله أكبر يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، معزة كاسرة 6 في مزرعة أم علي. حاجة يا جماعة كده من اللي اتمنعت، حاجة من بتاع زمان. الله أكبر، الله أكبر، في حلوياتك يا أم علي. وصول معزة كاسرة 6 إلى مزرعة أم علي يا جماعة. الله أكبر، الله أكبر يا جماعة. نقول بسم الله ما شاء الله. مكملين معاكم يا جماعة، مكملين معاكم الحلويات بتاعة الحاجة أم علي. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. الحاجة دي ساكنة فين؟ في محافظة الفيوم، مركز ومدينة يوسف الصديق. العسل اللي قدامنا دي يا جماعة لسه لبنية، لبنية يا جماعة. الله أكبر، تبارك الخلاق، الله أكبر يا جماعة. المعزة دي موجودة في مزرعة أم علي، معزة لبنية يا جماعة لسه مكسرتش. الله أكبر يا جماعة. أنا هسيب الصورة تتكلم كده يا جماعة. هي شوف، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله يا جماعة، الله أكبر. العرض ده يا جماعة موجود في محافظة الفيوم، مركز يوسف الصديق. موجود معزة لبنية في مزرعة أم علي يا جماعة. الله أكبر، لسه ما كسرتش. ومتابعين معاكم العرض يا جماعة. ده تيس كاسر 2 يا جماعة، حجازي، خليط حجازي، خليط حجازي أصلي عالي. موجود في مزرعة أم علي. تيس ضرابة خليط حجازي عالي موجود في مزرعة أم علي. نقول يا جماعة تاني، موجود في محافظة الفيوم، مزرعة أم علي. موجود تيس خليط حجازي عالي. الله أكبر يا جماعة. نقول عنوان المزرعة تاني. المزرعة عنوانها محافظة الفيوم، مركز ومدينة يوسف الصديق. 010-933-808-56. يا جماعة متواصلين معاكم في العرض. وصول دفعة مفاطيم، نقول عليها بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. حاجة كده أصلية يا جماعة من النوادر. وصول دفعة مفاطيم إلى مزرعة أم علي يا جماعة. الجدي اللي قدامنا ده الله أكبر يا جماعة، عمره 4 شهور. موجود في مزرعة أم علي، جدي 4 شهور. شايفين الودان يا جماعة، الله أكبر. موجود في مزرعة أم علي، محافظة الفيوم، مركز يوسف الصديق. جدي عمره 4 شهور. الله أكبر يا جماعة، الله أكبر. نقول بسم الله ما شاء الله يا جماعة، ولا نقول حلوياتك يا أم علي. شايفين الودان يا جماعة، على الأصل دور، على الأصل، مش هتلاقوه في أي مكان، هتلاقوه في مزرعة أم علي، محافظة الفيوم، مركز يوسف الصديق. الجدي اللي قدامنا ده يا جماعة الله أكبر عليه، 5 شهور يا جماعة. موجود في محافظة الفيوم، مزرعة أم علي يا جماعة. الجدي تاني جدي النهاردة يا جماعة من المفاطيم، موجود في مزرعة أم علي يا جماعة. الجدي 5 شهور. الله أكبر. نقول الله أكبر يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر على الأصالة، الله أكبر على الفخامة، على حلوياتك يا أم علي. مكملين معاكم يا جماعة النهاردة. أصغر حاجة في العرض يا جماعة، الله أكبر، مش عارفين طبعا نمسكه. الله أكبر عليه، بسم الله ما شاء الله. موجود في مزرعة أم علي يا جماعة، جدي عمره 2.5 شهر. الناس اللي بتسأل الحاجات الصغيرة، هاي جبتلكم الحاجات دي. الله أكبر يا جماعة،
الله اكبر. موجود في مزرعه ام علي، جدي عمره 2 ونص، اصغر حاجه في العرض يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. الناس اللي بتسال على عنوان، يا جماعه عنوان المزرعه محافظه الفيوم، مركز يوسف الصديق. مش عارف المكان، نبعت لك اللوكيشن توصل لحد عندنا في ساعتين. الله اكبر يا جماعه. رقم التواصل ايه؟ رقم التواصل 010-933-8086. العرض النهارده يا جماعه كده خلص. طبعا قلت رقم التواصل وقلت عنوان المزرعه. انتظرونا في عروض جديده ان شاء الله، الله اكبر. يلا بسرعه اللي عايز يشتري، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. قلت لكم العنوان وقلت لكم رقم التواصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.